السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين. قيل أن الصراع بعد الحرب الباردة صراع سوف يتخذ شكلا آخر تماما، فظهرت هنالك نظريتان. النظرية الأولى للمفكر فوكوياما قال أن العالم ماض إلى النهاية، وآخر ما وصلت إليه البشرية هي الديمقراطية. بالمقابل ظهرت نظرية أخرى تماما في طرف آخر تتحدث عن أن هذه ليست النهاية، إنما هي بداية صراع جديد يختلف تماما عن الصراع الماضي. سوف لن يكون صراعا سياسيا أو صراع اقتصادي، بل سيكون صراعا فكريا. أنتج عن هذه الفكرة كتاب صراع الحضارات أو صدام الحضارات. نحن اليوم في هذه الحلقة من شهر رمضان المبارك نناقش هذه الفكرة، وهل فعلا مضت، وإذا مضت كم مضى منها. هذا ما سنبحثه في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور حيدر تميمي. حياكم الله أحبتي، ومبارك لنا ولكم شهر رمضان، وكذلك الترحيب موصول بضيفي سماحة الشيخ. حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم. حياكم الله شيخنا، وحيا الله مشاهدي قناتكم الكريمة، وأسعد الله أيامنا وإيامكم بهذا الشهر الفضيل، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم. إذن نبدأ هذه الحلقة، مستعد اليوم شيخنا إن شاء الله؟ إن شاء الله. نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بعد فاصل قصير. فاصل ونبدأ، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي، أهلا وسهلا، عدنا نبدأ هذه الحلقة على بركة الله. الترحيب مرة أخرى موصول بضيفي سماحة الشيخ. أهلا وسهلا شيخنا. شيخي، في البداية، ما هو مفهوم صراع الحضارات، ولماذا نحن متخوفون من هذا الصراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحدة من النظريات التي أنتجها العالم الغربي مؤخرا في واقعنا المعاصر هي نظرية صدام الحضارات. صدام الحضارات التي انطلقت من فكرة ابتدأها المفكر سامويل هنتكتون، وبمقالة كتبها، ثم بعد ذلك طور هذه الفكرة في عقد التسعينيات، وطرح هذه الفكرة على أنه يجب أن تكون هناك في المستقبل كقراءة واستشراف للمستقبل، أن هناك في العالم ماض إلى صدام أو صراع للحضارات. ثم يبدأ بعد ذلك هو يقسم هذه الحضارات إلى مجموعة من الحضارات، ويعتبر أن هناك خمسة حضارات رئيسية في العالم سوف تكون هي الحضارات السابقة، لكن بالنتيجة هو يعتقد أن أهم الصراع، أهم الحضارات في العالم التي سوف يتمحور حولها الصراع في نهاية العالم، أو أن العالم ماض باتجاه هذا الصراع، هي أولا بالعالم الغربي، أمريكا وأوروبا، وهذا يعني هذا الغرب، ثم يتحول إلى العالم الإسلامي، وهو يقصد بهذه الدول يعني اللي في العالم الإسلامي، في الوطن العربي، في إيران، في تركيا، في، ويقصد بأنه هذه الدول الإسلامية سوف تتمحور حول محور واحد وحضارة واحدة، وسوف تتجمع، فسوف يكون هناك قطب آخر وهو العالم الإسلامي من 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 زاوية العالم الآخر اللي هو أوروبا الشرقية، و يعني ما كانت سابقا الاتحاد السوفيتي، اللي الان هي روسيا العظمى، كذلك هذا المحور الثالث، وهناك سوف يكون محور رابع رئيسي وهو الصين. هو يعتقد ان هذه الدول او هذه الحضارات او هذه يعني سميها ما شئت، هو يعتقد بصدام حضارات، فيقول كانما كل واحد من هذه سوف يتحول الى حضاره ويمتلك هويه خاصه به، ومن ثم فهو يحاول أن يطبق هذه، أو أن يحاول أن يغزو هذه الحضارة، تغزو الحضارة الأخرى وتؤثر عليها، ومن ثم سوف يحدث الصراع بين هذه الحضارات. الصراع سوف يكون، ممكن أن يكون سياسي، ممكن أن يكون صراع مصالح يعني اقتصادي،
وممكن أن يكون صراع هيمنة واستيلاء وسيطرة، وممكن أن يكون صراع اقتصادي، وممكن أن يكون صراع ثقافي حضاري بدائرة أوسع إن صح التعبير. يعني بمعنى أن هناك أولاً حضارات سوف تتجمع في نهاية الزمان أو يعتقد في يعني في المستقبل القريب، ومن ثم هذه سوف تحاول أن تبعث بثقافتها وتحاول أن تسيطر اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وهيمنة على الأخرى، ومن ثم سوف يحدث صراع بين هذه الحضارات. جيد سماحة شيخ، الأمر طبيعي اليوم في ظل العولمة، أصبح البعيد قريباً، وأصبح العالم كنا نقول سابقاً قرية صغيرة، اليوم أصبح العالم أصغر من ذلك بكثير. العالم بين يديك الآن، الإنسان يضع الهاتف الجوال ويتنقل حيث ويتجول حيث ما يشاء في أي بقعة من بقاع الدنيا، فلماذا هذا التخوف؟ الأمر طبيعي، الإنسان يأخذ من حضارة غيره، يعني ليش إحنا متخوفين من هاي النظرية؟ بالنسبة لسامويل هنتكتون طبعا ليس هو التخوف من دائرة الإسلاميين أو الحضارة الإسلامية فقط، وبالنتيجة هو كان يطرح فكرة صدام الحضارات أو صراع الحضارات، وكأنه يريد أن يدق الجرس عند كل هؤلاء، ناقوس الخطر عند كل هؤلاء، فيقول بأنه نحن مقبلون، فعلى الكل أن ينتبه على أنه هناك صراع والعالم ماض باتجاهه. طبعا لا يقول يعني كأنما أنه نحن كمسلمين نحن متخوفين مثلا من الغزو الثقافي أو الهيمنة الثقافية للحضارة الغربية على مجتمعنا، لا، هو كان يقول بأن هناك سوف يحدث صراع بين هذه الحضارات. يعني هو يتوقع أن الصين سوف يكون لها صراع مع الغرب، أو الصين سوف يكون لها صراع مع الحضارة الإسلامية، أو بالنتيجة روسيا سوف يكون لها صراع مع أمريكا، وهو بالنتيجة يتوقع أن يكون الصراع وينال الأطراف جميعا، لا فقط كأنما المظلوم في فقط المسلمين وأنهم سوف يكون صراعهم، بل بالعكس هو في بعض الأحيان يدق ناقوس الخطر كأنما على الدول الغربية. وهذا سمحت شيخ، نحن في هذه المحاور اللي ذكرتها قبل قليل، نحن القطب الأضعف بين هذه الأقطاب، فمن الطبيعي أننا نتخوف باعتبار كل من حولنا هو الأقوى من عندنا، وممكن أنه يؤثر بثقافته علينا، لا سيما أن زمام الأمور بأيديهم. يعني اليوم زمام الأنترنت هو بأيدي الغرب، فمن الطبيعي أننا نتخوف من الثقافة القادمة من الغرب، وهذا شيء واضح مو بس على الدول الإسلامية، حتى على روسيا بدأت تتخوف، حتى على الصين، والتصريحات الرسمية واضحة جدا من بوتين وغيره. طبعا ممكن أن نقرأها من هذه الزاوية، ولكن في بعض الأحيان ممكن أن تقرأ كذلك من زاوية أخرى. يعني بمعنى إذا تسمع دائما خطاب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وصناع الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، دائما حينما يخاطبون بخطاب لشعبهم خصوصا في فترات الانتخابات، دائما ويدق جرس الخطر عند هؤلاء الناس، عند جمهوره، بأن هناك أكو خطر يهدد الأمن القومي الأمريكي، وكأنه هو كأنما يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى يعني عموم الثقافة الغربية أو المجتمع الغربي كأنما يحس بأنه هناك أكو عملية استهداف إليه، ويحس بأنه هناك أكو عدو قادم إليه من بعيد، وإلا لماذا يستمع لرئيس يخاطب أو مرشح للانتخابات ويخاطب جمهوره بأنه أنا أريد أن أحافظ على الأمن القومي الأمريكي؟ لو كانت المسألة هم ما كانوا مقتنعين فيها أو على الأقل مستحيلة مثلا، لكان ممكن يردون عليه يقولوا لأنه الأمن القومي الأمريكي ما عليه شيء، حتى أنه أنت تريد أن تجعل واحدة من أولوياتك المحافظة على الأمن القومي الأمريكي. وخصوصا هذا الخطاب ساد بعد أحداث 11 من أيلول، يعني هذا الأحداث اللي صارت وما جرى مثلا من اللي ما فعلته القاعدة في برج التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الذي كأنما دق ناقوس الخطر عند الكثير من في المجتمع الغربي على أنه هناك من يهددنا. ولذلك اليوم إذا تسأل واحد قادم مثلا من أوروبا، بمجرد أن اسمه اسم يوحي بشيء إسلامي
تلاحظ أن الناس يتخوفون من عنده، بما معنى أنهم هم يعتقدون أن هناك عدو ممكن أن يؤذيهم في يوم من الأيام، ممكن أن يغزوهم في يوم من الأيام، ومن ثم فإن هناك عدو قادم إليهم. يعني لا نقول فقط، أما إذا تجي على دائرة شيخنا، هم ما يتخوفون من الشخص لفكرة، يتخوفون من الشخص أنه قد يعني أعماله، يعني مثل القاعدة وغيرها. نعم. وداعش بلي، أما ما يتخوفون من فكرة شنو اللي يحمل. نعم نعم نعم، أنا وياك طبعا، هذا يعني هذا إذا إحنا يعني فهمنا بهذه الطريقة، وإلا ما أنه هم لا يتخوفون من الفكر بمثل ما يتخوفون من الفعل. لا سيد العزيز، أقول لك بصراحة، يتخوفون من الفعل، وإلا هناك الآن أكو عملية محاولة محاصرة لكل منتوج إسلامي يدخل لهذه الدول. بدليل هسه في مرة من المرات أنا دعيت إلى إحدى دول أوروبا، مرة هي مرتين تقريبا لما دعيت، وإذا بأكثر تجي بهذه المرتين ويأتي المنع فيها. أنا بصراحة سألت أنه أنا ما عندي علي فد شيء مسجل يعني، أو فد شيء مثلا، ليش هالمرة ومرتين هاي صار، ويعني أروح وأسجل وأطلب أطلب فيزا إلى واحدة من عندهن كانت للسويد، واحدة من عندهن كانت للنرويج، لكن مع هذا يجيني المنع. فلما سألت، هو المنع ما لم يكن علي فقط، وإنما كانت يعني كثير من الخطباء، كثير من الشخصيات، كثير من العلماء اللي كانوا مسافرين في ذلك الوقت في أيام التبليغ كانوا ممنوعين من السفر. من هذا استدليت على أنه هناك أكو عملية تطويق للفكر الإسلامي، حتى وإن كان فكرا معتدلا، ما معروف عنه انتماء للقاعدة، ولا معروف عنه انتماء لداعش، ولا معروف عنه انتماء مثلا لجهة هم يصنفونها بالإرهاب، ولكن مع ذلك هو يتخوف من انتشار فكرة وجود الإسلاميين وانتشار أفكارهم في هذا المجتمع. يعني بمعنى هو لا يتخوف من الفعل فقط، وإنما هو يتخوف من الثقافة التي ممكن أن تنتج فعل في ذلك المجتمع. هو يتصور أن هؤلاء سوف يصنعون بتعبيره هو مثلا إرهابيين، بتعبير انتحاريين، بتعبير مثلا ناسي راح يسوون أعمال شغب في هذه الدول، ولذلك يحاول أن يطوق هذا الفكر قبل أن ينتشر. سمحت شيخ، ما هو التخوف من الفكر القادم من الغرب؟ ليش احنا هواي متشنجين انه راح يجينا الفكر الغربي، غزانا الفكر الغربي؟ شنو وجه التخوف؟ هو شيء طبيعي. طبعا انا اريدت قبل لا استرسل في الكلام، فيعني اخلي المشاهد الكريم امام منهجيه بالتفكير. الفكر الغربي هناك اكو ثلاثه عقد، او اكو ثلاثه مراحل طرح فيها هذا الفكر الغربي، والان وكأنه تحس أنه كأنما يصير في هذه النظريات الثلاثة، سواء كان واحدة من عندهم تراجع صاحبة عنها، ولكن كأنما تصير بهذا الشكل. النظرية الأولى التي قال بها سامويل هنتكتون، وهي النظرية الصدام الحضارات، والتي يعتقد أن هناك سوف يحدث صراع، ومن ثم حفز المجتمع الغربي للتأهب لهذا الصراع، هذا واحد. النظرية الثانية نظرية فرانسيس فوكوياما اللي طرحها في نهاية التاريخ، والتي يعتقد فيها أن الليبرالية أو الفكر الحر بتفاصيله اقتصادياً والمتمثل بالرأسمالية، وسياسياً والمتمثل بالديمقراطية، وفكرياً والمتمثل بالليبرالية، هو يعتقد بأنه سوف هو هذا نهاية العالم، بل نهاية الفكر وغاية الفكر اللي ممكن أن يوصل له المجتمع في يعني المجتمع البشري. نعم. النظرية الثالثة، وهي التي الآن اللي خلي محل السؤال مال حضرتك، أنه حينما جاء جوزيف ناي وطرح كأنما تراكم على هذه النظريات، هو كأنما أراد أن يقول أن هناك نظرية أكو هناك صدام حضارات سوف يأتي،
وإحنا كمجتمع غربي وصلنا إلى نهاية الفكر، فحتى نكمل هذه المسألة ونصدر نهاية الفكر وحتى لا يحدث صراع صدام للحضارات وصراع لهذه الحضارات، يجب أن نطوق هذه الحضارات بالمنتج الغربي سياسياً بالديمقراطية، فكرياً بالنظرية الليبرالية، واقتصادياً بالنظرية الرأسمالية، حتى يصبحون تابعين إن. لكن الوسيلة وين؟ الوسيلة أعتقد بأنه يجب أن نتحول من الأسلوب الخشن الذي كانت، اللي دائماً ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر على العالم به وتنشر أفكارها به ومحاولة التسيد والهيمنة على العالم به، لا، أن نتراجع قليلاً وأن نفكر بأسلوب آخر، ألا وهو إدارة الصراع، ولكن من خلال أسلوب الحرب، الأسلوب القوة الناعمة. وعلى هالأساس ألف كتاب القوة الناعمة، وهذا أيضا شيء طبيعي. لماذا عندما وصل إلينا كتاب القوة الناعمة أو فكرة القوة الناعمة حولناها من القوة الناعمة إلى الحرب الناعمة؟ أولا هو يعني هذا الكلام اللي إحنا حينما نظرنا في كتاب القوة الناعمة، ليس فقط المجتمع العربي بل كل المجتمع الإسلامي تقريبا لما نظر في كتاب القوى الناعمة، بإضافة وسيلة العولمة وانتشار هذه الأفكار، اكتشفوا بأنه هناك عملية تمرحل من عملية تسويق وتصدير أفكار وقيم تختلف تماماً عن الأفكار والقيم السائدة في مجتمعاتنا. لكن هذه عملية التسويق لم تكن بالضرورة بأسلوب طبيعي، ممكن أن يكون يعني عملية مثل ما ممكن يكون عملية تبشير أو غيره، لا، ممكن أن يتحول إلى أساليب أخرى، ممكن أنه يوظف كل الأدوات المشروعة وغير المشروعة في ترويج هذه الأفكار. وإلا مثلاً جوزيفنا يقول بأنه واحدة من مقومات أو من القوى الناعمة للولايات المتحدة الأمريكية هي أنه هو يمتلك ثقافة شعبية ممكن أن تنتشر من خلال مثلاً من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال أقوى مؤسسة إنتاج في العالم هي هوليود، من خلال بعض المؤسسات العالمية والإنتاج، المؤسسات الإنتاج العالمي. من هذا يريد أن يقول أنه ممكن أن نبدأ بتسويق هذه الأفكار بما نمتلك من وسائل إعلام وبما نمتلك من وسائل من التواصل الاجتماعي وسيطرتنا عليها، ومن ثم نستطيع احنا أن نوصل أفكارنا بالطريقة اللي احنا نعتقد هي صحيحة. فإذا وصلت هذه الأفكار التي هي من منظومة قيم مخالفة لنا تماما، بل وفي بعضها شاذة ومنحرفة ومختلفة وغير متوافقة مع الفطرة السليمة، ومحاولة توظيف أدوات للتأثير في هذه المجتمعات، وهذه الأدوات قد تكون في بعض الأحيان أدوات ناعمة وفي بعض الأحيان لا، أدوات قد تصل إلى أسلوب الحرب الهجينة اللي ما بين القوى الناعمة والقوى غير الناعمة، القوى الخشنة الذي يعرف اليوم بالحرب التركيبية، يعني هذا اللي الآن يسمون الحرب الهجينة، اللي الآن تلاحظ أنه ممكن أن يوظف مثلا الجيش لما يأتي ما يأتي وحده، اليوم الجيش مثلا لما أجى الجيش الأمريكي غازي ما كان جاي غازي وحده، لا، وإنما جاء بمجموعة من البرامج اللي معاه. اليوم أنت إذا تحب تتصفح في برامج بعض السفارات الآن الغربية في العراق بل حتى في غير العراق، راح تلقى برامج للسيطرة والهيمنة وحرف المسار عند الشباب وعند فئات، بل فئات مختلفة ومتعددة. الآن بدأوا لك مثلاً في فئة من الفئات اللي هم دون 18 سنة يأخذونهم في دورة قد تصل إلى 10 أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، يسووا له عملية غسل دماغ ويرجعونه. في بعض الدورات مثلا في غير سفارات تتحول الى ان ياخذوا لك الشباب اللي شباب الجامعيين اللي يتعدى ال 18 سنه الى ال 25 او 26 سنه، بعض الدورات مثلا او بعض السفارات والورش اللي يروحون فيها الى بعض البرامج الى للشخصيات اللي مثل الموظفين مثل الاساتذه الجامعيين، هؤلاء راح ياخذون. طبعا انا ما اريد اسمي لك اياها بمسمياتها يعني حتى لا ناثر على البرنامج، وإلا يعني عندي تفصيلة كاملة عنها وممكن حتى بالأرقام أحكي لك عنها، لكن من نتيجة سمحت شيخ، بالتالي هذه هو يزرع ثقافة اللي الثقافة التي يراها هي الثقافة الحق اللي لابد أنه تسير، لابد أنه تسري،
ومن حقي أنا ومن حقي أنا ومن حق الآخر أن يطرح ثقافة الأخرى. لا لا، ومن حقي أنا أولاً، مو هي المشكلة. احنا ليش شيخنا، احنا ليش دائماً ما نملكه هو الحق وغيرنا دائماً باطل؟ لا لا، أولاً الحق عند الآخر. لا خوشنا المشكلة إذا أخذ شباب وثقفهم ورتبهم ورجعهم للعراق. شيخ عمار، أولاً إحنا يعني يجب أنه الصراع هذا سؤال بريء جداً يعني. الصراع يجب أن يكون متكافئ. يعني أنت اليوم تمتلك منصات التواصل الاجتماعي وأنت تسيطر عليها، وأنت بإمكانك أن توصل أفكارك لآخر بقعة بالعالم. وأنا من أريد أوصل أفكاري تحاسبني وتعاقبني وتحرمني وما أعرف إيش. واليوم وصلت حتى إلى الواتساب إذا لقوا عندك بعض النشاط اللي هم يعتبرون نشاط محظور وإلى علاقة ببعض التنظيمات، أو يعتبرون إرهاب ويعتبرون كذا، مباشرة تلقى حتى رقم مالتك يعني يحرقوا لك إياه، وبالنتيجة ما تقدر تستخدمه مرة أخرى. يعني بما معنى هو يمتلك الوسائل كلها اللي ممكن أنه يوصل رسالته بيها ويغزو بمنظومة القيم، منظومته القيمية منظومات قيم أخرى، لكن أنت غير قادر على أن تفعل ذلك. يعني أنت ممنوع أنه ما عندك وسائل تواصل توصل إلى بشكل واضح وسريع وممكن أنه هو يحجب لك إياها. أنت ما تمتلك الإمكانيات المادية وغيرها حتى أنت تسيطر عليه، أنت يعني توصل رسالتك إليه. أنت ما تمتلك الموارد المتاحة، لأن تعرف أنت اليوم أكو هناك هيمنة على حتى على على يعني على الساسة وعلى قادة الرأي وغيرهم، وبالنتيجة هؤلاء هم غير داعمين لمثل هكذا مشاريع، بل هم تراهم دائما منحازين للغرب وأفكاره وتوجهاته. وما يجري في بعض الدول المجاورة اليوم ما هو إلا مثال واضح. تتحول دولة من قالبها العام الإسلامي إلى قالب ما أدري، يعني تحول إلى قالب آخر وشكل آخر، وحفلات المجون والخلاعة فيها بانتشار بشكل واضح، وحتى بعض الأعمال التي تصدر والتي صدرت وصورتها المشاهد وتصورت وانتقلت هذه الفيديوهات في العالم كله، اللي يعني لا تتوقع أن تحدث إلا في مجتمعات منحلة جدا، ولكن وصلت إلى أنه راح تقول لي أنه طيب افتحوا المجال واعتبروه صراع. أقول لك أولا الصراع غير متكافئ، نحن لا نمتلك أدوات التي يمتلكونها أولا، وثانيا تقول لي أنه المرجعية في الحق وين؟ أنا ممكن أرجع للمرجعية في الحق أنه أنظر لما أمتلك من نصوص دينية وما أمتلك من رؤية دينية وما أمتلك من تعاليم وبرامج. أنا سمعت شيخ، لا أريد أن أدخل بالنصوص الدينية، لأن النصوص الدينية هي قراءات. لا بعيدا عن القراءات، لا شيخنا بعيدا عن القراءات، أنا دا أحكي بالإطار العام. يعني أنا من أجي أنت تقول لي مثلا يعني ماكو واحد الآن بقراءته للنصوص يقول بأنه الشذوذ الجنسي مثلا حلال مثلا، إلا بعض اللي شفنا بعض الفتاوى من بعض شخصيات ما أدري في آخر العالم في ألمانيا وفي غيرها مثلا قالوا أنه ما بي مشكلة. أنا دا أقول القرآن صريح والروايات صريحة وواضحة، والمسلمون جميعا متفقون على أنه مثل هكذا أفعال هي محرمة، وهذه هي أفعال منحرفة، ويجب أن نحاسب صاحبها، ويجب أن نمنع انتشارها، ويجب أن نقف ونحول دونها. ليش رحنا على ذيك النقطة السوداء؟ هسه مو هي أخو احنا نريد ننشر فكرنا الإسلامي، هم فكرنا الإسلامي هم عندنا نقاط سوداء هواي. عندنا مثلا البعض يرى المرأة هي محض تشوه خلقي للرجل، عندنا البعض يرى أن لا المرأة مثلاً يرى أن أنت إذا تقطع صلاتك إذا مر من أمامك عفوا للسامع كلب أسود أو خنزير أو مرأة. يعني هذا إحنا اللي نريد النشر للغرب، هذه حضارتنا شيخنا. عموما هذه الأفكار أولا هي لا تتناسب مع الذوق العام للإنسان، فيان النشرة هو احنا في عالمنا الناس رافضين هؤلاء. ستقول لي ايش قد ذولي يا اخي؟ لا ما نقدر نقول هؤلاء ذولي هم اللي الثقافة العامة والسائدة والمنتشرة، لا، هؤلاء عبارة عن مجموعة من الشواذ اللي يروجون هذه الافكار، هذا واحد، ومرفوضين. من اللي يقبل بهم؟ لا في مجتمعهم مقبولين، ومن المؤكد أنه في العالم الغربي ما راح واحد يقبل بهم، وإلا كيف يقبل به؟ هو في مجتمع ما قابل أن المرأة حال الكلب الأسود، يجي هناك في الغرب ممكن أن يروج فكرة حتى يتحول أنه المرأة مثل الكلب، أو أنه المرأة جزء من الرجل. ما يعني هذه الفكرة
هي ليست فكرة تتناسب مع شهوات الإنسان وغرائزه وميولاته وانحرافاته، وممكن أنه الإنسان ينحرف أو يتجه، بل بالعكس ممكن هذه الأفكار ممكن بالعكس أن الذي يتحدث فيها ويروج لها مباشرة يرفض من المجتمع. لكن الذي يزرع الانحلال والذي يزرع الانحراف سيد شيخ، احنا دائما ناخذ هذا الطرف، الفكر الغربي، المنظومة الفكرية الغربية فيها عدة جوانب، فيها الحرية، فيها الديمقراطية، فيها ما فيها، ومن ضمن هذه اللي أشرت جنابك أشرت إليها. يعني أنا ما أريد أن أحصر الفكر الغربي على اعتبار أنه يعني أنا جزء من دراستي هي يعني دراسة الفكر الغربي، وما أريد أنه حتى أكون منصف، ما أريد أن أقول أن النتاج الغربي هو عبارة عن انحراف وشذوذ وما أعرف كذا وكذا من هذه، لأن لا أريد أن أقول مثل هذا الكلام أبدا، ولكن أقول حتى بصورة واضحة، يعني حتى المشاهد الكريم وحضرتك يعني تكون الصورة واضحة عندكم، بأنه ضربت هذا المثال لأنه مثال شائع ومثال ممجوج، مثال غير بالنتيجة هذا الموضوع، لأن الناس ما قابلينه، لذلك طرحت لك هذا المثال. وإلا هناك الأمثلة الكثيرة المتعددة في مجتمعاتنا اللي نعتبرها عبارة عن جرس خطر في مجتمعاتنا، احنا من خلالها يعني لماذا الناس لماذا المفكرين، لماذا العلماء، لماذا الشخصيات المثقفة تتخوف من وفود هذا الفكر باتجاهها وهذه المنظومة القيمية؟ ببساطة لأنه فكر مختلف. لا، ليس لأنه فكر مختلف، وإلا اليوم هناك فكر وافد مثلا من الصين، هناك فكر وافد مثلا من الـ من الـ من الاتحاد السوفيتي او من روسيا، اليوم هناك اكو اوروبا الشرقيه الان قاعد يصدر بعض الافكار، انه الان اكو بعض النتاج الان قاعد يصدر انه مثلا من منظومه مختلفه عنا. اليوم احنا قاعدين نفتح التلفزيون نلقى بعض المسلسلات الكوريه، نلقى بعض المسلسلات الهنديه، نلقى بعض المسلسلات اللي يمكن الصينيه، نلقى بعض المسلسلات اليابانيه، ونلقى بعض المسلسلات التركيه، لكن ما عندنا ذلك الموقف يعني موقف الصد في مقابل هذه الحضارات الوافدة إلينا. نعم طبعا لا أريد أن ننزه كل هذه الثقافات القادمة إلينا، لا، أكو جزء من عدها أكو عليه علامات استفهام يعني كبيرة وواضحة جدا، ولكن مع ذلك على اعتبار أعلى مستوى لما نجي إلى المجتمع الغربي والآن قاعد يصدره. شوف خلي أضرب لك مثال. أحد أصدقائي كان قبل مدة قليلة في السويد، وكان ينقل لي فد حالة هي غريبة جدا. يعني قال لي بأنه أكو هناك بعض الأخوة من المسلمين سووا بعض المدارس على مود المحافظة على أولادهم، على مسألة الحجاب وغيرها، حتى يخلون يسمحوا لبناتهم أن تلبس الحجاب وغيرها، المهم فحتى يعني يبقون على شيء من الثقافة الإسلامية في داخل أولادهم، سووا بعض المدارس يعني تأخذ جزء من طابع الإسلامي محاولة منهم على المحافظة على أولادهم. مع ذلك أجبروهم على مسألتين أساسية لم يتخلى عنها التربية، واحدة من عدها أنه لابد أنه الأمثلة لا تستخدمون أمثلة مثل ما أنتم عندكم تستخدمون مثلا جاء محمد وجاءت مثلا فاطمة، ما يصير هيجي، لازم تقول مثلا جاء علي مثلا وجاء محمد مثلا، لازم تجيب ذكر وذكر، وبعدين تجيب أنثى وأنثى، وبعدين مثلا تقول فتبدي تسوي مثلا علي مثلا فلان ذكر مصاحب فلان ذكر، وفلان أنثى مصاحب فلان أنثى، وهكذا عملية الترويج للمثلية. إضافة إلى ذلك الشيء الثاني اللي ما سمحوا لهم بأنه يتركونه، وهو أنه الطالب من صف الخامس الابتدائي يشرحون له العملية الجنسية بتفاصيلها، حتى أنه طالب صف خامس ابتدائي عمره ما يتجاوز 10 أو 11 سنة هو يعرف تفاصيل العملية الجنسية. إلى هذا المستوى اللي تخيل أنت في مجتمعاتنا تتحول هذه الثقافة وتجي تجيبها تخليها في مجتمعاتنا. يعني هل من الممكن اليوم بدون ما أنا أقرأ النصوص بمجرد بثقافتي
وبقيمي، بمنظومة القيمي التربوية والاجتماعية والأخلاقية اللي أنا تعودت عليها وتربيت عليها. أنا أقبل مثل هذا الكلام أنه ابني سمعة أو بنت سمعة أو أولادي يعيشون في هذا الجو، ومن ثم فأنا من أتخوف، من حقي أن أتخوف. ابنك في العالم الغربي أنت ما من حقك أن تجبر على بعض الأمور حتى وإن كانت أمور منحرفة، يعني بمعنى يعني ما من حقك أن تجبره على أن يترك أمور منحرفة، يعني ما من حق مثلاً واحد يشوف ابنه أو بنته مثلاً يعمل بعض الأمور اللي المنحرفة ويمنع من عدها، بل من حقه القانون يقول بأنه هذا من حقه أن يمارس هذه أن يعيش هذه الحياة. أسألك بالله، إحنا بعيداً عن النصوص الدينية والقراءات وما فيها، ويجي واحد يقول لي هذا نظرية تأويل الناس والهرمنيوطيقية وغيرها بدون كل هذا الكلام، نحن الآن هل بثقافتنا ممكن أن نقبل مثل هكذا أفكار أن تروج في مجتمعاتنا وأولادنا يحصلون عليها ويعيشون فيها ويتربون عليها ويتنشؤون عليها ومن ثم يبدأون بممارستها؟ هذا فقط في بمنظور أخلاقي، بمنظور اجتماعي، بمنظور. أما إذا أدخلنا عملية قراءتنا داخل النصوص فالعملية لا، القرآن هناك والروايات تضع حدودا، بل في بعضها العقوبات قاسية مثل عقوبة السحاق وعقوبة اللواط وغيرها. جيد سماحة الشيخ، احنا رفضنا الفكر الغربي وقبلنا الفكر الآخر، يعني قبلنا أن تصدر لنا ثورات إسلامية، بل واحتضننا هذه الفكرة ورحب جمهور الناس بهذه الفكرة، لماذا الباء هنا تجر والباء هنا لا تجر؟ يعني عفوا شيخنا، هو احنا المجتمع الإسلامي إذا كنا نقول بأنه احنا قبلنا بهذه الثورات، احنا ليش نخلي القضية كأنما محصورة بالعراق فقط؟ يا أخي يا سيدي العزيز، اليوم العراق نموذج، لا العراق ليس فقط نموذج، وإلا ما صدر من مفهوم الحرب الناعمة هو لم يصدر من قيادات عراقية، وإنما صدر من قيادات من خارج العراق، هو صدر بلسان السيد القائد الخامنئي. يعني هذا الكلام صدر وكأنه المرجعيات الإيرانية والقيادات الإيرانية في خارج العراق في الجو الإسلامي هم أصبحت الصورة واضحة أمامهم بأنه هناك قوة ناعمة توظف بطريقة سلبية لمهاجمة المجتمع الإسلامي ومهاجمة الدول الإسلامية ومهاجمة منظوماتها، ولم يتوقفوا فقط عند مجرد أن طرح الأفكار، وإنما عملية التلاعب بإعدادات هذه المجتمعات حتى بدأوا يؤثرون في مثلا في عمليات الانتخابات، يؤثرون، يصنعون ثورات، يحركون مجاميع، يبدأون يحركون ناس، يبدأون يزرعون الفتن في كل مكان. العملية لم تتوقف على مجرد إصدار أفكار، تصدير أفكار لهذه المجتمعات، ومن ثم طبعا لا، يعني المسألة لم تتعلق فقط في العراق، العراق نموذج. أنا أقول لك بعض الدول مسلط عليهم الأضواء لعله مثل العراق وأكثر من العراق، وأنا سألت شخصيات إيرانية أنهم هل أنتم تعانون من الحرب الناعمة الموجهة تجاهكم مثل ما هي موجهة إن؟ فكان الجواب صاعقا، الجواب هو أنه ما يوجه تجاهكم ما هو إلا 10% مما يوجه باتجاه المجتمع في المجتمع الإيراني. بالنتيجة هذه عملية استهداف لكل المنظومة الإسلامية، لكل المجتمع الإسلامي، ومحاولة تمزيقه. نعم تقول للعراق لأنهم يراهنون على صناعة نموذج في داخل العراق، فإذا ما هذا النموذج حقق النجاح برعاية غربية، فجاء بالفكر الليبرالي وانتشر الفكر الليبرالي في مقابل الأفكار الدينية، ومحاولة أنه هكذلك الفكر اللي الأسلوب الديمقراطي في ممارسته في يعني تداول السلطة، فإذا نجح هذا الأسلوب وكذلك محاولة إشاعة الأسلوب الاقتصادية الرأسمالية الاقتصادية، فإذا شاعت هذه الأركان الثلاثة هم يعتقدون أن بقية الدول سوف تتأثر بذلك. وأنا لا أنكر يوم تم الغزو على العراق وتم احتلال العراق
تغيرت الكثير من الأفكار والتوجهات في معظم الدول المحيطة للعراق، ولعلها هي نفسها الثورات العربية التي حدثت ما هي إلا ارتدادات لما جرى في العراق وفي التغيير ومن التغيير الذي جرى في العراق. سماحة الشيخ، إن كانت يعني الدول قادرة على الاحتلال العسكري، يعني أمريكا قادرة على الاحتلال العسكري لأي دولة من الدول العربية والإسلامية، لماذا تذهب باتجاه الحرب الناعمة؟ الحرب الخشنة موجودة وتحتل، والسلام عليكم، والناس على دين ملوكها، فإذا استملكت نشرت ما تشاء بدون أنه يعارض الشيخ حيدر، شيخ فلان، سيد فلان، أو بدون أن تحتاج إلى أن تنتظر فتوى تأتي من خارج الحدود. يعني أجاوبك بجواب جوزيف ناي، هو نفسه جوزيف ناي اللي هو منظر فكرة القوى الناعمة، يقول بأنه نحن لم نستطع من خلال القوى الخشنة أن نسيطر على العالم، ويطرح أمثلة وأنا عندي أمثلة كثيرة، وإلا أمريكا رجعت خائبة مثلا في فيتنام، استخدمت كل إمكانياتها العسكرية ولكنها رجعت خائبة، استخدمت جزء كبير من إمكانياتها في الصومال ورجعت خائبة، استخدمت بل كل إمكانياتها في أفغانستان ورجعت خائبة، استخدمت كل إمكانياتها العسكرية والقوى العسكرية الجبارة في العراق ولكنها إلى الآن رجعت خائبة. يعني كان جوابه بأنه نحن لا نستطيع أن نسيطر على العالم وأن نحقق ما نريد من خلال القوى الخشنة، ولذلك علينا أن نعود مرة أخرى لنفكر بأسلوب آخر من جديد، ألا وهو أسلوب القوى الناعمة، لأننا بالقوى الخشنة لم نستطع أن نوصل رسالتنا أولاً، وثانياً صرفنا الأموال الكثيرة، وثالثاً قتلنا أولادنا، راحت فيها أولادنا وجيوش وتحركت وخسائر وكذا وغيرها، ولكننا ما استطعنا أن نحقق. ولذلك حتى نستخدم أسلوب آخر نستطيع من خلاله أن نسوق أفكارنا ونروج أفكارنا ونوصلها إلى هذه المجتمعات، ونخلي هذه المجتمعات أن تعتقد بأفكارنا وتأخذ بأفكارنا، خلينا نستخدم الأسلوب الآخر. سماحة الشيخ، اعتقدت المجتمعات بالفكر الغربي، لنفرض أن وفرض المحال ليس بمحال، لنفرض أن العراق بتمامه وكماله اعتقد بالفكر الغربي، شنو المشكلة؟ يعني ما المكاسب التي ستكسبها أمريكا وأوروبا؟ يعني جزء من عندها هسه، هذا السؤال طبعا جدا مطروح، أنه ما النتائج الذي ممكن أن يحصلونها من خلال إذا أن المجتمع هذا وتوصل إلى أو وصل واقتنع بفكرة بالفكر الغربي واعتنق هذا الفكر وبدأ يمارس هذا الفكر. أولا أقول اليوم نحن نشهد أن الإنسان الغير متميع، الإنسان الصامد، الإنسان المقاوم، الإنسان الصابر، الإنسان المجاهد، الإنسان المتمسك بمنظومته القيمية، هو الإنسان الذي هو اليوم الذي يقف بوجه كأنما بوجه الصد أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو أمام العالم الغربي وأمام مشاريعه وأمام طروحاته وطموحاته في مجتمعاتنا. أسألك بالله، من اليوم اللي على أرض الواقع، من اليوم الذي يتحدث مباشرة بمثل هكذا مواضيع ويتصدى لها ويحاول أنه يحافظ على منظومته القيمية؟ اليوم احنا نلاحظ أن هذا أن هؤلاء الشباب أو هؤلاء المجاميع المؤمنة المتمسكة بمنظومتها القيمية هي من تقف بوجه الصد أمام هذه المشاريع التي تحاول أن تستغربهم وتحاول أن تهجرهم تهجيرا كاملا عن أفكارهم ومنظوماتهم القيمية وأخلاقهم وتنشئتهم وتربيتهم وهكذا. فهؤلاء إذا انزاح هؤلاء المجاهدون، انزاح هؤلاء عن طريق اللي هذا المشروع، سوف تتحول الحياة إلى حياة سائلة مثل ما يعبر عنها باومان في كتب السائلة اللي كلها يتحدث فيها عن الثقافة سوف تصبح سائلة والحداثة سائلة والمجتمع سائل وكل شيء يصبح سائل، ومن ثم سوف لا تكون هناك ثوابت في المجتمع، وإذا لم تبقى ثوابت في المجتمع سوف يتحول المجتمع إلى سوائل، والسوائل يعني معناها
كلها عبارة عن قضايا سائلة، يعني غير ثابتة، غير مستقرة، أنت باستطاعتك أن تشكلها في بإرادتك وبما أنت جيد تراه. سمحت شيخ، ويليام ليد عنده كتاب ألفه بالـ89 يتحدث عن الجيل الرابع من الحروب، اسمه هذا الكتاب For Generation War. هذا الكتاب يتحدث عن ثلاثة مراحل من الحروب الخشنة، والمرحلة الرابعة هي الحرب الناعمة. يقول في المراحل الثلاثة الأولى أن هنالك قطاعان، قطاع مدني وقطاع عسكري. الحرب الخشنة عادة تجري بين القطاع المدني، بين القطاع العسكري لتسيطر على القطاع المدني وتصادر ثرواته. جيد، الهدف إذن الثروات، تصادر نفط ما إلى ذلك. طبعا اليوم الحرب الناعمة ماذا تصادر؟ يعني الدولة التي تريد أن تحتل العراق احتلالا ناعما، المكاسب المادية شنية؟ يعني أول المكاسب هو أنه يتحول النموذج الغربي، وإلا هو لماذا نادوا بالعولمة؟ والمنادات بالعولمة هو معناها أنه عملية تصدير ثقافة، وجعل الثقافة الغربية هي الثقافة السائدة بالعالم، وهكذا سوف تتحول هذه الثقافات هي التي تسيطر على العالم. ومن ثم لا يمكن أنه تجد بعد ذلك في يوم من الأيام واحد يقول مثلا الكلا كلا لي كلا كلا لأمريكا، مثلا كلا كلا لإسرائيل، أو الموت الموت لأمريكا، الموت موت لإسرائيل، لأنهم سوف يأتون هؤلاء يقولون ما المشكلة في أنه تكون عندنا الولايات المتحدة الأمريكية والثقافة الأمريكية، وشنو المشكلة أن تكون إسرائيل صديقتنا، وشنو عندنا المشكلة أن نطبع مع إسرائيل، وشنو المشكلة عندنا أن تكون عندنا علاقات صداقة واتفاق مع مثل هكذا دول. وهكذا سوف تتحول خطوط الصد، خطوط الدفاع، خطوط القوة سوف تتحول إلى خطوط صداقة ومحبة وعلاقات وود ومحبة، ومن ثم تتحول إلى أنه يعني سوف يكون المسيطر وصاحب القرار الأول والأخير في هذه المجتمعات هو الثقافة الغربية وما تأتي. ومن ثم طبعا كل الأمور سوف تجري تباعا. يعني أنت ما لا يمكن أن لا يمكن أن ننسى أنه لما جاءت الدول الأوروبية وسيطرت على مجتمعنا العربي ومجتمعنا الإسلامي قبل قرابة 200 سنة، من الغزوات الفرنسية إلى الغزوات البريطانية إلى الحملات الإيطالية إلى غيرها، ما كانوا بمجرد أنه يعني أرادوا أنه يبشرون بالمسيحية أو يبشرون بالفكر المسيحي وغيرها. القضية لم تقتصر على ذلك، وإنما تتحولت بعد ذلك إلى هيمنة اقتصادية، هيمنة فكرية، هيمنة سياسية، وإلى الآن وأقولها بصراحة، وإلى اليوم آثارها موجودة شيخ عمار، وإلى الآن وأقولها بصراحة ولعله تتفق معي، في بعض الدول الآن لا زالت دول الغرب تمتلك حتى القرار السياسي فيها، وهي التي تؤثر على قرارها السياسي، وهي التي تؤثر على مقدراتها، وتؤثر على شعوبها، وتؤثر على القرار السياسي الذي يصدر بها، بل وتؤثر حتى في انتخاباتها. جيد، سماحة الشيخ، احنا متخوفين من الفكر الآخر، بالتالي المنظومات الأخلاقية تتغير من مجتمع إلى مجتمع، وهي منظومات مثل ما يعبر عنها جان جاك روسو، منظومات غير ثابتة متغيرة. يعني في بلد معين قد يرى شيء معين هو معيب، في البلد الآخر لا، شيء طبيعي. فإحنا ليش متخوفين من الفكر الآخر؟ نعم نحن متخوفين، نعم، إذا اتجهنا باتجاه النظرية النسبية لكانت و مجموعة من المفكرين الغربيين اللي ينظرون يقول لك أنه الأخلاق هي ليست شيء ثابت، وإنما ما تراه أنت أخلاقي يمكن يراه الآخر غير أخلاقي، وما يراه الآخر أنه غير أخلاقي يمكن أن أنت تشوفه أخلاقي. نعم، لكن مع ذلك أكو هناك بوصلات رئيسية لأنه للاحتكام إلها. إذا ما رجعنا إلها أكو أخلاق عامة سائدة، أكو ثقافة عامة سائدة، أكو قيم موروثة اجتماعية سائدة ممكن الرجوع إلها، وأكو منظومة قيمية دينية ممكن الرجوع إلها، وجعل كل هذه الأفكار ضمن هذه البوصلة، ضمن مجموعة البوصلات هذه، ومن خلالها ضمن هذه الموازين نعرف أنه هذه الأخلاقيات هي أخلاقيات صحيحة أو أخلاقيات غير صحيحة فاسدة. ثم بعد ذلك يعني إذا كانت المسألة أنه هم يرونه، نعم
على أقل التقادير أنا ضمن المنظومة الأخلاقية مالتي أعتقد بأنه هذه الأفكار الوافدة التي تريد أن تغزو مجتمعاتنا هي أفكار سلبية منحرفة لا تتوافق مع منظومتي القيمية الدينية الاجتماعية الأخلاقية التربوية، فمن حقي أن أدافع على مجتمعي، أن أدافع عن قيمي، من حقي أن أدافع عن مجتمعي، من حقي أن أتخوف. أنا اليوم من أرى أي غزو إلي من بعيد قادم إلي وأحس بأنه سوف يؤثر علي، سوف يؤثر على أولادي، سوف يؤثر على بناتي، من حقي أن أتخوف. أنا ليش نسأل واحد يقول ليش تتخوف؟ نعم أتخوف، لأنه أنا من حقي أتخوف من حرصي على أولادي، من حرصي على بناتي، من حرصي على مجتمعي، من حقي أن أدق ناقوس الخطر وأقول يا أبناء قومي، يا مجتمعي، يا أمتي، يا ناس، يا أولاد الحلال، ترى جايتنا منظومة قيمية اجتماعية منحرفة فاسدة، ما هي إلا حرب ناعمة تريد أن تسيطر على مجتمعاتنا، تريد أن تؤثر عليهم، تريد أن تحاربنا، تريد أن تغير كل الموروث اللي عندنا. من حقي. جيد سمحت شيخ، لماذا لا نترك الناس هي تختار؟ شيخنا يعني احنا يجب ان لا دائما نترك الناس تختار. اليوم الدول الغربية اما تمنع الانسان من ان يعاقر الخمر حتى يصبح خمير؟ طيب اذا كانت المسألة حرية اترك الناس هي تختار، اللي يريد يصير خمير خليه يصير خمير، شو لك علاقة انت به؟ واللي يريد يصير مثلا يتعاطى المخدرات خليه يتعاطى المخدرات لحد ما يموت، شو لك علاقة به؟ والذي يريد ان ينتحر خليه ينتحر بما انه هو اختار الانتحار، والذي يريد ان يفعل مثلا فعل قبيح خليه يفعل الفعل القبيح بما انه هو اختار. لا يمكن من واجب مؤسسات الدولة ومؤسسات الضبط الاجتماعي العامة أن تحاول أن تحافظ وتحافظ على هذه المنظومة القيمية وتدق ناقوس الخطر عند المجتمعات وتحاول أن تصد هذه الهجمات وترد عليها، وإلا نقول للناس تعالوا والله أنتم اختاروا. طيب ما أكو ناس شباب مثلا غير متعلمين، شباب غير ملتزمين، شباب لا زالوا في بداية أعمارهم، وأنت تجي تخلي أمام هذه المجموعة من الشهوات والمغريات والأفكار المنحرفة، ثم ومن ثم تطالب بأن يكون شاب مستقيم ومعتدل وجيد وهو الذي يختار. لا، حتى في الروايات الواردة عن أئمتنا سلام الله عليهم أن كتب الضلال ليس من حق كل أحد أن يقتني كتب الضلال. ليش؟ لأنه قد الإنسان اللي ما عنده حصانة ينحرف وممكن أنه ينجرف وراء هذه كتب الضلال والأفكار التي فيها. بالنتيجة مو كل واحد من حقه أن يأخذ هذه كتب الضلال وأفكار الضلال وأن يأخذها يعني يقرأها ويتعرف عليها، إلا ليتعرف عليها الإنسان اللي عنده حصانة، وإلا الإنسان الذي لا يمتلك الحصانة لا يمكن أن نلقي به، كما يقول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. أنت ذاب في لهوات المصائب، في لهوات الغرائز، في لهوات الحرب هذه، ثم تقول له إياك أن تتأثر بهذه المغريات وهذه الأفكار؟ من المستحيل جدا، من المستحيل. وإلا العالم الغربي اليوم ليش يمنع بعض الإسلاميين أنه أن هناك يكون أن ينشط ثقافيا، أن ينشط فكريا، أن يكون له مثلا ندوات ثقافية، أن يكون له صالونات ثقافية في المجتمع الغربي؟ لو كانت العملية هم يقولون اتركوا خلي الناس تسمع كل الأفكار ومن ثم هي التي تختار لكان فعلوها مع هؤلاء الناس، لماذا يمنعونهم؟ نعم. يعني هم مدركون على أنه يجب أن تكون هناك يعني فلترة، ويجب أن تكون هناك محافظة من الدولة، من مؤسسات الدولة على شبابها وعلى مجتمعاتها وعلى غيرها، وإلا ما تتركهم أن يختارون ما يشاؤون. سماحة الشيخ حيدر التميمي، كنت ضيفا عزيزا علينا في هذه الحلقة، شكرا لما قدمت خصوصا في هذا الموضوع الهام والحساس والخطير، شكرا لتغطيتك. طبعا شيخ عمار، بالمناسبة أنا أقول كلمة أخيرة، يعني أنا من دا أقول جزء من كلامي مبني على دراسات، لأن تعرف أنه أنا طروحة الدكتورة مالتي جزء من عدها، جزء كبير من عدها
هو يتناول صدام الحضارات وصراع الحضارات، ويتناول جزء كبير من عنده يعني هذه الأفكار. ولذلك من يعني قد يتصور المشاهد الكريم ما نقوله عبارة عن تصورات يعني ما مبنية عن دراسات وما مبنية عن أفكار ثابتة، وإنما مجرد كلام لي يعني كلام ارتجالي، لا بل أقوله جزء من عنده، هذا جزء كبير من عنده هو قائم على أرقام وقائم على يعني كتابات غربية من العالم الغربي، وهذا اللي استفدناه من عنده وما نقوله الآن. شكرا جزيلا لك جناب الشيخ الدكتور حيدر التميمي، ضيفا عزيزا قدمت ما فيه الخير، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. كذلك شكري وخالص امتناني لكم أحبتي المشاهدين لحسن الإصغاء والمتابعة. ألتقي وإياكم في حلقة قادمة، إلى ذاك الحين أستودعكم الله واسترعيكم، في أمان الله وحفظه.